أهلا وسهلا بحضراتكم في تاني فيديو بنتكلم فيه عن ما يلزم معرفته لدكاترة وتمريض المبتسرين فيما يخص مرض اعتلال الشبكية عند الأطفال الخدج. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تاريخ المرض ده وأهميته. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن مين من الأطفال بيحتاج إن يتعمل له فحص. كل دولة بتبدأ تحط سكرينينج بروتوكول خاص بيها. هدف السكرينينج بروتوكول إننا نحدد كل الأطفال اللي ممكن يحصل لهم اعتلال شبكي يحتاج لعلاج، لأن لو ما عالجناهوش ممكن هيأثر على النظر زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وفي نفس الوقت إننا ما نفحص عدد كبير من الأطفال زيادة عن اللزوم، نتجنب فحص الأطفال اللي هم مش عرضة للمرض ده، عشان ما يبقاش ستريس على البيبي وما نتعبش دكاترة الأطفال والمبتسرين في مجهود غير ذو طائل ونزود التكلفة. السلايد دي مهمة جدا لحضراتكم لأنها بتحدد مين الطفل اللي المفروض يتفحص، ودي بتبقى مسؤولية حضراتكم كدكاترة مبتسرين. احنا في مصر للأسف ما عندناش بروتوكول خاص بينا، كنا في الأول ماشيين على البروتوكول البريطاني واللي كان بيوصي بفحص الأطفال اللي مولودين بوزن أقل من أو يساوي 1500 جرام وبعمر رحم أقل من أو يساوي 31 جرام، لكن لقينا إننا لما مشينا على البروتوكول ده حصل ميسنج لبعض الأطفال كونوا ار او بي وما اكتشفناهمش، وده مثبت في الليتريتشر ان الأطفال في الديفلوبينج كانتريز زي بلدنا كان ديفلوب ار او بي ايفن اف ذي هاف لارجر جستيشنال ايج اند بيرث ويت. وبناء عليه ابتدينا نغير طريقة تفكيرنا، دلوقتي مش ماشيين على البريتش كرايتيريا وبقينا ماشيين على الانديان كرايتيريا اللي بتوصي بفحص الاطفال المبتسرين اللي وزنهم ساعة الولادة اقل من او يساوي 2000 جرام وليس 1500 جرام زي اليو كي كرايتيريا، واللي العمر الرحمي بتاعهم ساعة الولادة يساوي او اقل من 34 اسبوع وليس 31 اسبوع. الحقيقة ده بيخلينا نفحص عدد اكبر من الاطفال، لكن في نفس الوقت بيخلينا ما يحصلش ميسنج للاطفال اللي ممكن يكونوا المرض ده. البروتوكولات برضو بتسمح لدكاترة المبتسرين ان هم يطلبوا فحص بعض الاطفال اللي اكبر من العمر الرحمي او وزن الولادة المنصوص عليه في البروتوكول اذا كانوا بيعانوا من واحد او اكتر من عوامل الخطورة لحدوث اعتلال الشبكية الخداجي، زي الاطفال اللي يحتاجوا اكسجين تريتمنت اكتر من 10 ل 14 يوم، الاطفال اللي عندهم بروفن سيبسيس ببلاد كالتشر او بسي اس اف كالتشر، الاطفال اللي دخلوا في ارست واحتاجوا كارديو ريسبيراتوري سبورت، الاطفال اللي يحتاجوا ريبيتد بلاد او ريد بلاد سيل ترانسفيوجن، الاطفال اللي يحتاجوا سيرفكتانت تريتمنت، الاطفال اللي عندهم اذر ديزيزز اوف بريماتوريتي زي البرونكوبالمونري ديسبليزيا والنيكروتايزنج انتيروكولايتس والانترافنتريكولار هيموريج جريد 3 اور مور. الحلقة دي بالرغم من انها قصيرة الا انها في منتهى الاهمية، لان دي بداية السيركل اوف كير للاطفال دول، اننا نحدد مين الاطفال اللي محتاجين يتعالجوا. هسيب لحضراتكم لينك للسكريننج بروتوكول بتاعت اليو كي وبتاعت انديا في صندوق الوصف للفيديو، وان شاء الله اقابل حضراتكم في فيديوهات قادمة نكمل كلامنا. شكرا.